في تصريح خاص لتلفزيون البحرين أكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أن العلاقات البحرينية البريطانية تتمتع بخصوصيتها وامتدادها التاريخي العميق. وقال معالي السفير أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور والنماء في ظل اهتمام قيادتي البلدين الصديقين. طبعا قادة البلدين لهم دور كبير في توطيد هذه العلاقة المتميزة بين البلدين، فشفنا أن ملك جورج عندما تم حفل تنصيبه دعا آنذاك الشيخ حمد بن عيسى في 1936 ولبى الدعوة، ولكن لظروف السفر وظروف المسافة بين البلدين آنذاك لم يقدر يوصل في لوقت، فقدم رسالة اعتذار ولكن حضر إلى بريطانيا بعد أشهر من الحفل الكورنيشن للملك جورج، وكان في هناك تقدير كبير لحضوره كأول زعيم خليجي يحضر الكورنيشن للملك جورج. أيضا في 53 تم دعوة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد لحفل التنصيب وحضره في سنة 53، والآن نشوف أن ملك تشارلز بعلاقته الشخصية خلال العقود الماضية مع جلالة الملك، فجلالة الملك لبى هذه الدعوة وحضوره هذا الأسبوع تقديرا لهذه العلاقة المتميزة الشخصية بين العاهلين. لا شك أن هذه العلاقة المتميزة التي تمتد أكثر من 200 عام تمر بأحسن حالات، وهذه العلاقة الممتدة خلال هذه العقود لا شك أنها تطورت تطورا كبير مع مرور الزمن، فبداية يمكن علاقة تجارية ثم علاقة سلام بين البلدين. لا شك أن أهل البحرين يمنون بكثير من الاحترام والتقدير للشعب البريطاني والحكومة البريطانية والقيادة البريطانية لما لمسوه خلال العقود من الزمن من التعايش مع الشعب البريطاني. كثير من أهالي البحرين درسوا في بريطانيا وعاشوا في بريطانيا، فهذه العلاقة خاصة ومتميزة، يستفيد مواطنين البلدين من هذه العلاقة المتميزة. ففي هناك تقريبا 33 اتفاقية تعاون بين البلدين. طبعا مواطنين مملكة البحرين الآن أصبحوا يدخلون بريطانيا بدون فيزا والفيزا الإلكترونية، ومن السنة القادمة سوف تسهل أكثر وبيكون في هناك الفيزا ويفر، فتسهيلات كبيرة لمواطنين مملكة البحرين لدخول بريطانيا وأيضا في الاستثمار والعيش فيها والتعليم فيها.